سيمون هيرش، اسمح لي أن يعني أقول، لماذا تستبعد إمكانية أن روسيا قد فجرت نورد ستريم للضغط بالنسبة للطاقة على أوروبا، ونحن نعرف أن بوتين كان ينتظر أن يكون هناك شتاء قاسيا في أوروبا وأن تنقلب الحكومات في البلدان الأوروبية وبالتالي سيكون له ورقة رابحة؟ لماذا يعني تبعد تماما إمكانية روسيا؟ Because I found no evidence for it. لأنني وجدت الدليل. Period. وجدت الدليل makes no sense. أن روسيا لم تفعل ذلك، والأمر غير منطقي أن روسيا هي التي فعلت ذلك. كان بإمكانهم فقط أن يغلقوا الأنابيب وبالتالي لا يمكن استخدامه. هم الذين بنوا ذلك الخط الأنابيب. نورستريم واحد بنته روسيا، هناك خطان، خط جديد وخط قديم، وأنا لم أجد أي أحد لديه أي سبب وجيه ليؤمن بأن روسيا فعلت ذلك. والناس الذين فعلوه وارتكبوا هذا هم الرئيس الأمريكي والذين نفذوا. نقطة إلى السطر، روسيا لم تفعل ذلك. زيلنسكي، هل مثلا الأوكران ممكن أن يكونوا قد يعني استعملوا أشخاص أيضا للتفجير؟ لأنه هناك نوع من سيناريو، أو لنقل الكثير من الحكومات الأوروبية وبعض الصحافة الأمريكية تقول ربما الحكومة الأوكرانية هي التي قررت بتفجير نورد ستريم. Well, maybe the Ukrainian government has a missile. ربما الحكومة الأوكرانية لديها مركبة فضائية قد تذهب إلى القمر.